أنا ما أقدر اليوم أقول الحكومة هي من سهلت هذا الأمر وأسكت، ولا أقول أن من استعانت فيه الحكومة للتنظيم الرياضي هو من أوصلنا إلى هذا المفترق من الطرق، ما أقدر، ولا أقدر أجذب وأقول المسؤولية مشتركة، هذا حكي فاضي. جعفر محمد ما يعرف يحكي، أنا أروح دايركت وأقول العلة ما أشخصها، أقول وين. تدرون من العلة؟ العلة في أروقة السياسيين اللي جعلوا الجمعيات العمومية عبيد لهم. أنا قلت مرة هني إن بعض الجمعيات العمومية تساق كالخراف، وزعلوا قالوا وين أنت تغلط علينا، أنت صرت فوق. لا لا ماني فوق. أنا أقول السياسيين استعبدوكم. عندنا 14 نادي في الكويت، خلينا نتكلم عن 14 النظامي، خليك من المشهر. لو قسنا لينا وحطينا معدل الجمعيات العمومية ستجدها 8000 في كل نادي، وما في عضوية مزدوجة، 80000. وهناك عندنا أربعة بثمانية 32، قاعد نتكلم عن 100، نقول 120000 ريال كويتي بالغ 21 سنة، معاهم بعض النساء السيدات اللي هم قصوا عليهم يابوهم الرياضة كمصوتين. أنتم عبيد للسياسيين، وأنتم عبيد لعبيد السياسيين اللي موجودين في الرياضة. أقول بعضكم، أقول أغلبيتكم بنسبة تصل إلى 99.9%، لأن اختياركم لمن يمثلكم بالرياضة خاضع لمعايير تعيسة مستنسخة من مجلس الأمة. هذا شيعي أصوت له أنا شيعي، هذا شيعي حساوي أنا أصوت له، هذا شيعي عيمي أنا أصوت له، هذا مطيري بس ها من الفخذ الفلاني أصوت له، هذا رشيدي بس لا هذا من المجموعة الفلانية. وتوزعت الأندية وقلتها على الطاولة أكثر من مرة،